بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. حلقه جديده كده بسيطه، عايز بس انبهكم على بعض القنوات اللي بتقول اخبار عن جيشنا في الصومال. قنوات 50 اقتصاد وقناه المواطن سعيد وبعض القنوات سمري. القنوات دي يا جماعه بتقلب بس مواضيع وبتديكوا عناوين ساخنه وبيطلع كده. 50 اقتصاد ده يقول لك خبر محدش يعرفه، حاجه كده تسريبات. الجيش المصري بيتناوش مع الجيش الاثيوبي. طائرات حربية صينية تصل إلى مصر لضرب أثيوبيا. كلام يا جماعة خلي بالكم منه، مش أي قنوات اللي تسمعوا منها الأخبار دي. نقطة. النقطة التانية، لما يجي لك خبر اتأكد منه مرة واتنين وتلاتة. أنا بعمل كده الحمد لله على القناة عندي، لازم أتأكد من الخبر مرة واتنين وتلاتة. فيا ريت بجد والله، يعني أنا مش عارف الناس دي بتشتغل إزاي بما لا يرضي الله، بتجيب اخبار كلها كذب وتحط لك عناوين مش مظبوطه عشان خاطر تجذب حضرتك ويعمل الترند. تابعوا القنوات دي وهتلاقوا ان كلامي مظبوط. طيب، مواطن سعيد، قناه المواطن سعيد دي فيها مليون وي. الراجل بيتكلم كان يعني السياسه معاه، هو اللي بيمشي الدنيا كلها، هو اللي عارف اخبار الدنيا كلها ما عدا الجيش او الدوله. ومصر جيب لك اخبار مصر في كينيا ومصر في اريتريا ومصر مش عارف الجيشها فين والجيشها في نيجيريا اللي هو قريب قوي من اثيوبيا. طبعا في فرق بين نيجيريا مسافه كبيره، دي في اقصى الغرب واثيوبيا في اقصى الشرق. فيا ريت يا جماعه تتوخوا الحذر من الناس دي، بتقول كلام والله العظيم ترندات بس بتطلع. ومصر في اريتريا ومصر في الكويت ومصر مش عارف بتعمل ايه. خلي بالكم من العناوين دي، خلي بالكم من المواضيع دي. انا يعني بلغت حضراتكم وده تنويه مهم جدا عشان الناس اللي بتنساق والناس اللي بتشوف اخبار وبعد كده ترجع تتصدم. لا، الاخبار دي مش حقيقيه ومفيش طيارات صينيه جت مصر، ده على سبيل المثال وعلى سبيل الاخبار الكاذبه بتاعتهم. طيب، حكايه المغرب بس عشان في كومنتات كتير قوي طلعت على حكايه المغرب. المغرب يا جماعه، الناس اللي بتتكلم الاخوه المغاربه يقول لك ما انتوا عملتوا بتدعموا الصحراء الغربيه وجبهه البريساريو. لا، احنا مش بندعم حد، دي مش ارضكم اصلا. الصحراء الغربيه دي مش ارضكم، اللي بتقول على الصحراء المغربيه دي مش ارضكم، واحنا واقفين موقف المفروض كلمه الحق. طب ما تحرروا ارضكم اللي في اسبانيا اللي محتلينها ثابته ومليله، وقلت الكلام ده في كذا فيديو برضه هيطلع لكم في اخر الفيديو ده. حرروا ارضكم، طب وتعالوا اتكلموا معانا. ويقول لك انتوا بتتعاونوا مش عارف مع مين، مع الجزائر ضد المغرب. لا يا حبيبي، احنا مش متعاون مع الجزائر ضد المغرب ولا حاجه. وبعدين الجزائر دي رجوله اصلا بصراحه. انا مش شايف كنتوا موقفكم متخاذل، انتوا كوبري بين اثيوبيا وبين اسرائيل. خلينا واضحين وسلسين كده في الكلام. دي الحقيقة اللي لازم تعرفوها، انتوا ناس فعلا بأمانة ربنا، انتوا ناس كوبري. هو انت المغرب بتصنع أسلحة؟ بتصنع أسلحة؟ لا. طب اثيوبيا عايز أسلحة تجيبه عن طريق مين؟ المغرب من مين؟ من إسرائيل. فالكلام كله واضح ومعروف، انتوا بس بتكبروا وبتعندوا. فرجاء بس الأخوة المغاربة، احنا بنحبكم والله كشغل. فأنا عارف إن في بعض منكم يعني بيتكلم كلام مش حلو عن مصر، لكن الأكثرية بتاعتكم أنا عارف كويس جدا إن أنتوا بتحبوا مصر. فياريت تبعدوا السياسة بقى بتاعت الملك بتاعكم عن سياسة الشعوب اللي بينها وبين بعضينا، الحب التلقائي اللي موجود بيننا وبين بعض. حاجة تحزن والله، تعليقات بجد والله مستفزة جدا، تعليقات بتخلينا يعني لا إحنا مش هنكره شعب المغرب ولا حاجة، لكن هناخد منه موقف، وإحنا مش حابين ده، إحنا بناخد موقف من القيادات والحكومات. أنا آسف جدا إن عملت الفيديو عشان مستفز جدا من امبارح على بعض القنوات اللي بتقولوا عليها، ومستفز من التعليقات اللي موجودة من الأخوة المغاربة. وفي أخوة مغاربة بيكتبوا تعليقات جميلة جدا في حب مصر، وبيقولوا لك كده إحنا مالناش دعوة بالملك، إحنا مالناش دعوة بسياسات الحكومات، إحنا بنحب الشعب المصري، وإحنا والله العظيم بنحبكم. وعملت فيديو قبل كده وصل لمليون مشاهدة، كنت بتكلم فيه على فوز المغرب في قطر 2022، وكنت بأيد المغرب، وكنت يعني الفيديوهات تشهد. هسيب لكم برضه مجموعة الفيديوهات اللي عملتها عن المغرب. ده اللي كنت عايز اقوله. فخلي بالكم من القنوات دي، المواطن سعيد، قناه 50 اقتصاد، قناه سمري. دي قنوات ترندات، دي قنوات بتعمل بس دعايه كده وبروباجندا شو وبتاع والدنيا دي كلها، وبتحط عناوين كلها فيك. انا الحمد لله بشتغل بما يرضي الله، ولا بحط عنوان كذب ولا عنوان مضلل. انا بقول لكم في العنوان اللي فيه 1 2 3 وانتم بتخشوا بتشوفوا، واللي بان في الخبر اللي موجود على الصوره المصغره. لان واحد بيقول لك طيارات صينيه جت مصر وهتضرب اثيوبيا، وفي اشتباكات بين مصر وبين اثيوبيا على الحدود. ايه ده، ايه الكلام ده يا جماعه؟ راعوا ربنا.
يعني اراعي ربنا في الكلام ده، بلاش كلام ما بيحصلش، بلاش كلام مش حقيقة عشان توصلوا لمشاهدات، وانتوا عندكم مشاهدات اصلا بسم الله ما شاء الله، انتوا مش محتاجين مشاهدات. يعني ده بأقل فيديو بيعمله بتاع ربع مليون مشاهدة. فاتقوا الله يا اخوانا، عيب كده. بلاش العناوين الفيك، بلاش العناوين المضللة، بلاش إساءة لإشاعات موجودة تسيء للجيش المصري. الجيش المصري رجالة، تحياتنا لكل الجنود، الناس اللي بتنفي ان مفيش جنود في الصومال مش مشكلة، حتى لو مفيش العيار ما بيسيبش يدوش. كفاية القلق اللي احنا عملناه لأثيوبيا. والله العظيم ربنا هيخيب ظنهم ان شاء الله بإذن الله، وهيبقى فيه فعلا وقفة للمصالح المصرية، وما يهمناش تحالف في المغرب مع مع اثيوبيا. ده الاثنين اساسا، يعني مش هقول اي كلمه طبعا، بس الاثنين ما يجوش جنب مصر اي حاجه. الاثنين اقل من مصر بكتير جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ولا المغرب قد مصر مع احترامي، ولا اثيوبيا قد مصر، لكن اثيوبيا بيقف في صفها حاجه واحده بس، الجغرافيا. الجغرافيا هي الحاجه الوحيده. لو عملنا مقارنه بين الجيش المصري والجيش الاثيوبي، الجيش المصري قد الجيش الاثيوبي 4 5 6 مرات، في القوة، في العتاد، في الأسلحة، في كل حاجة. فما فيش مقارنة بين الجيش المصري وبين الجيش الأثيوبي. المغرب الكوبري اللي معمول بين أثيوبيا وإسرائيل، نأبوك على شغلك انتوا ولا أي حاجة أصلا. مع احترامي دي بلدي، أنا أحب المغرب لكن أحب بلدي أكتر من أي حاجة، وأحب جيش بلدي أكتر من أي حاجة، وأحب مصالح بلدي أكتر من أي حاجة. فانسوا إن انتوا هتقدروا تستفادوا من التحالف مع أثيوبيا، والله بجد انسوا الكلام ده خالص. تحالف مع اثيوبيا ده زي بتتحالف مع شبشب، شوف انت بقى هتستفاد ايه؟ ولا اي حاجه. فمصر فوق الجميع، شئتم ام ابيتم. الملك بقى يعني مش عارف سياساته، طب عندك ثابته ومليله يا اخي، ما تروح تحررها يا اخي. هي قفشت عند الصحراء الغربيه وخلاص، وقفشت معاك، وان هي هتعايزها تبقى بالعافيه مغربيه. ما مش عارف والله. اتمنى بقى اشوف ارائكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو، وايه رايكم في القنوات اللي بتعمل ترندات وعناوين فيك واخبار كاذبه، ويقول لك سر وتسريبات الجيش المصري عمل مش عارف. يعني انت البلد مش عارفه، وحضرتك اللي عارف، مخابرات العالم كله مش عارف، وانت اللي عارف. طب انت ازاي تسرب خبر عن الجيش المصري لو انت بتقول تسريبات بقى، مصر عملت، مصر سوت، مصر الجيش المصري عمل؟ طب انت ازاي بتسرب حاجات زي كده؟ انت تتحاسب. قناة 50 اقتصاد تتحاسب. انا بتكلم جد، تتحاسب على الكلام اللي بتقوله ده، انك انت بتقول كلام مش طبيعي، كلام ما حصلش. وعن الجيش المصري كمان. كان معاكم هاني، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوف ارائكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو.